هيثم القصي في الدقيقة 40. هو أمامكم طه ياسين الخليسي. الثنائيات متواصلة في محور الدفاع الذي ما زالت تتنفذ راسية. هدف أول، هدف أول فخر الدين بن يوسف. الروج في الدقيقة 40 يفاجئ أشرف الجلاسي. 40 دقيقة لعب، الترجي ياخذ الأسبقية عن طريق فخر الدين بن يوسف. هدف مقابل شيء، وهو الهدف الثاني لصالح فخر الدين بن يوسف، يعني في رصيده مع الترجي. هدف جاء على أثر ركنية المدرب عمار السويح. أمامكم فخر الدين بن يوسف يفتتح النتيجة هنا في هذا اللقاء، والعدد القليل طبعا لأن الفريق هو الضيف من الترجي. يفرح وشوفوا إعادة صعود بن يوسف كان أكثر من جاك بيسان اللي كان حاطه في صدره رقم 6. تسديدة قوية من زوايا مختلفة. حلو ياسر هدف بن يوسف، وحلوة برشا الإعادة من زوايا مختلفة لهدف الترجي. دقيقة لعب فخر الدين بن يوسف، والله إلا حضرناه أنا قلت 42 دقيقة لعب فخر الدين بن يوسف والهدف أمامكم. يفتتح النتيجة ويعطي الأسبقية لصالح الترجي.